هي ثقافة معروفة في الجزائر. كل الرؤساء اللي مروا في الجزائر لديهم من الجانب السياسي السلطة الكاملة في إعفاء الضرائب، في مسح الديون، في إعطاء أموال إلى دول أخرى. هذه تقاليد معروفة في الجزائر اللي ما تمتش بصلة إلى أخلاقيات، مثلا لما تكون دولة محترمة ورئيسها يكون شرعي راح يرجع مباشرة إلى الشعب عن طريق البرلمان أو عن طريق مجلس الشيوخ، لما كذلك يكون منتخب بطريقة شرعية يساهم فيه كل المواطنين اللي يسكنوا فيه أو يقطنون في هذا البلد. لذلك أظن أن حتى لما تقول وجاء أن في التقرير تاعكم أنكم تقولوا بأنه تم المصادقة على قانون المالية، واليوم ربما ستبون تراجع على بعض القرارات وخاصة بعد ما خرجت في الجريدة الرسمية العدد 100 والمؤرخ في ديسمبر 2021 وهو متعلق بقانون المالية ل 2022. تعرف سي جمال والمشاهد الجزائري يعرف أن ربما نذكرهم أن قانون المالية يصادق عليه بواحد الطرق، وأنها دائما تكون الكونتر بارتي لما يكون رئيس لجنة المالية راح يتفاوضوا معاه، وبطبيعة الحال هو يمرر قانون المالية عن طريق مفاوضات بين بعض البرلمانيين والأعضاء الموجودين في هذه اللجنة. وأنا أعطيك مثال من التاريخ، وزير الصناعة اللي راهو مسجون سي بدة كان رئيس لجنة المالية وكان دائما يمرر قانون المالية، واللي كان وزير الصناعة. كذلك اليوم سي أحمد زغدار هو وزير الصناعة وكان رئيس من لجنة المالية. إذا رؤساء لجان المالية في البرلمان راح بطبيعة الحال يجازوا في مثل هكذا أنظمة بمناصب عليا، ولذلك يمر قانون المالية دون دراسة معمقة أو المشاورات والمفاوضات بين مختلف النواب، وحتى ربما في بعض الدول يطرح حتى على الشعب لما يكون بعض القوانين مجحفة أو لما تكون أزمات اقتصادية، حتى هذه القوانين على الأقل نقنع بها المجتمع ونقنع بها المتعاملين الاقتصاديين والأفراد. لذلك أظن اليوم اللغط اللي صرا على ما جاء في مجلس الوزراء الأخير اللي ترأسه سي تبون، وهو أنه إلغاء الضرائب أو كما يسموها التعرفة الجمركية لطريف دوانيار، هادو ما إلغاهم سي تبون على أساس أن هناك تعليمة من وزارة المالية تحت غطاء وزارة المالية من مديرية العامة للجمارك أنهم بإرسالية وضعوا أن طابلو، في هذا الطابلو موجود فيه مثلا الهواتف النقالة، مكتوب كذلك المعدل للجامع وهو 133% بالنسبة للهواتف النقالة، 133 كذلك للشرائح، و60% 30%، يعني الطابلو راه موجود، الجزائريين يقدروا يطلعوا على هذا الطابلو. اليوم شرائح الكبش كما ترجموها ليرام. شرائح الكبش هذه حكايه واحده اخرى، لان الجماعه اللي ترجموا واللي ساهموا في وضع القانون الاساسي او ما يسمى بمشروع قانون الماليه هم اطارات في وزاره الماليه، ولذلك الترجمه جت بهذه الطريقه، وهذا يعبر على مستواهم. خليني نقول لك بأن التناقض الموجود لما في الجريدة الرسمية، وإذا سمح لي المشاهد الكريم وأنت كذلك سي جمال، أن نقول لك في المادة 136 ورايح ربما نقرأ على المشاهد الكريم، يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف تخليص البضائع الجديدة المحتوات في الإرساليات التي تصل إلى المرسل إليها عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع عندما لا تتجاوز قيمتها المحددة عبر قيمة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 213 الفقرة ط من قانون الجمارك، مع أن لا تتجاوز هذه القيمة 200 ألف دينار. كذلك المادة 137 يعفى من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف والتخليص البضائع الجديدة المستوردة إذا كانت موجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافر والمجردة من أي طابع تجاري، والقيمة يجب أن لا تتجاوز 600 ألف دينار. يعني هذا موجود في الجريدة الرسمية في العدد 100 المؤرخة في ديسمبر 2021. لكن نقرأ لك تعليمة واحدة أخرى اللي جاءت عن طريق وزارة المالية المديرية العامة للجمارك،
مكتب عناصر فرض الضريبة إلى السيد المفتش الرئيسي الموضوع فيما يخص المعدلات الجامعة للحقوق والرسوم الجمركية لبعض السلع، المرجع إرسالكم رقم 007 المؤرخ 1/2022 والمتعلق بتطبيق الأحكام مواد 123 128 29 35 36 من قانون المالية سنة 2022 والتي تعدل وتتمم أحكامه المواد 16 المكررة 12 و16 من قانون الجمارك، حيث تحدد الرسوم الجزائية الجزافية على قيمة البضائع المستوردة وعمل بالمعدل الجامع للحقوق الجمركية والرسوم المسجلة. يعني هناك قوانين، يعني لماذا هذا التخبط إذن؟ طبعا وأشرت إلى ممثل الجمارك قال بأنه هذه القرارات لا رجعة فيها، هذه الضرائب الآن ما شعور هؤلاء مع قرار تبون؟ وكنت أشير إلى البرلمانيين، ما شعورهم الذين كانوا ينافحون على المشروع القانون المالية وما جاء فيه، والوزير الأول نفسهم بعد هذه الصفعة من تبون نفسه الذي وقع على وحكومته التي أعدت هذا المشروع، مشروع قانون المالية، ووقع عليه قبل شهر ونصف فقط. شوف سي جمال، لو كان خليتني برك نكمل لك فقرة وهي مهمة جدا في هذه الإرسالية. يقول في نهاية الإرسالية: وهذا بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، وعليه فإن مصالحنا سوف توافيكم بالمعدلات الجامعة لبعض البضائع المستوردة على شكل جدول. مثلا نذكر لك الهواتف النقالة والمحمولة، التعريفة الجمركية تاعها 00/91/14/17/85، والمعدل الجامع هو 133%. كذلك اللوحات الإلكترونية، التعريفة الجمركية تاعها 00/91/30/71/84، والمعدل الجامع هو 133%. بطارية الهواتف النقالة، التعرفة الجمركية تاعها 00/10/20/07/85، والتعريفة أو المعدل الجامع هو 60%. الآن لما تكون يعني قانون المالية وبعض الإعفاءات اللي جات في الجريدة الرسمية ومن بعد تلغيها تعليمة جمركية على أساس أنها بموجب يعني تعليمة من وزارة المالية، هنا كاين تخبط كبير. لماذا؟ لأن الآن ربما ندخل في التحليل، في تحليل هذه الوضعية ولماذا الحكومة إلى غاية اليوم تتخبط. لأن الحكومة عندها ردود أفعال، هي طرحت في قانون المالية وخرج في الجريدة الرسمية، ولكن مديرية الجمارك اتخذت هذه التعليمة على أنها ترفع من الضرائب، لأن الجزائريين بعد ما صبحت السلع غير موجودة خاصة في الإلكترونيات والمؤسسات الناشئة وكذا، صبحوا الناس تجيبهم يعني بشكل منفرد، يعني كأفراد كمسافرين ككذا، لذلك لجؤوا إلى مثل هذه الضرائب لوضع الخزينة العمومية في أريحية، مثلا لتسويق للمشاهد الكريم أو للمجتمع أن الضرائب أو الخزينة العمومية راهي مملوءة بالأموال تاع الجزائريين. لذلك أظن بأن هناك ردود أفعال، لما مجلس الوزراء الأخير شافوا بأن هناك رد فعل للمجتمع، والتاريخ يقابل 22 فيفري واللي هو ربما بقى في ذاكرة الجزائريين وفي ذاكرة النظام، خايفين من أن تكون هناك ردود أفعال للمجتمع وربما هي الشرارة التي تنطلق. ولذلك أظن تم إلغاء مثل هكذا قوانين، وهو تخبط فادح في منظومة الحكم. أظن بأن لا تسير هكذا وزارة المالية. السياسات المالية التي تطبق فيما يخص الضرائب والتعريفات الجمركية كذلك ليست بهذا المستوى في مثل هكذا أزمات اقتصادية والوضعية الاقتصادية الجزائرية. لذلك كان الأفضل أننا نلجأ إلى سياسات نقدية، إذا كان عندنا بنك مركزي ومحافظ بنك مستقل عن منظومة أو الحكومة. لذلك هو ربما يتخذ إجراءات فيما يخص سياسات نقدية لتخفيض التضخم، لتخفيض المعدل العام للأسعار، لتنشيط الدورة الاقتصادية، ونروح إلى سياسات نقدية مثلا تخفيض معدل سعر الفائدة. طيب. كذلك لإحتياطي الإجباري، ولكن هما يتخبطوا إلى غاية اليوم، يوضعوا قوانين لما يشوفوا ردة فعل المجتمع رايحين يغيروا في آرائهم، وهذا طيب. تناقض كبير تنشرها في الجريدة الرسمية ومن بعد تجي تعليمة أخرى ومن بعد تجي في مجلس الوزراء أنك تلغيها. والإلغاء كذلك وكأن هناك فيه تحايل، هو إلغاء مؤقت، معناتها ربما يمر هذا التاريخ راح نعود ونرجع إلى مثل هذه
الضرائب اللي ربما يصبح الجزائري باش يشري آلية إلكترونية راح يدفع الثمن مضاعف 3 مرات أو 4 مرات.